جماعه بس مش موجوده عندي ديت. انا فعلا معايا قائمه دلوقتي وداخل بيها قائمه جديده. خلاص خش حط اسماء براوز ويل ولا 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 بيلد ويل ايه؟ يعني انت بتشتغلها جديد خالص. ما عملها جديد ده عشان ما تجيش انا ديفاي ويل اهي صح؟ كلوز. بص بص من الاول دي الصفحه اللي انت فاتحه عندك يا ابراهيم. هتنزل كده بص يقول لك موديفاي ويل. جميل. طيب هاي في موديفاي ويل بص يقول لي ايه؟ بيست ليست موجوده. بيست ليست بص عليها. ما ادانيش. لا بص عليها. ما ادانيش. بص هنا تشوز ادم. في حاجه بتعتمد على ايه؟ خلاص. بص معايا؟ ماشي. لما بص ليست هحط ليست عندي واقول له ريبليس. واقول له اد تشويس. قول له اد تشويس. هتبص تلاقي حاطط لك القائمه بتاعتك بالكام. حاطط لك القائمه بتاعتك بالكام عندي. خلاص؟ تمام؟ طيب بعد ما حاطط لك القائمه عندي. خلاص اكمل صوتك يا بعد ما حاطط لك القائمه عندي. في عندك هنا هتبص يقول لك ايه؟ ادفانسد اوبشن. اولا انت ممكن تسمي الصف ده يعني مثلا دوت ده كده كان 10 9 اقول له 10 11 10 9 بس بقى المكان دي اسمها 10 9 تمام؟ واجي هنا قبل عندي في ادفانسد اوبشن هدوس عليها الادفانسد اوبشن دي هتبص تلاقي بيكلمك على الكلر مالناش دعوه بيه السكند تو سبين عشان ما تطولش معايا قوي في الصف وانا شغال فبقللها انت ممكن تلاقيها عندك خمسه سبعه هقللها خليها اثنين اثنين ثانيه؟ ثانيتين عشان ايه يخلص على طول ماشي شباب؟ طيب وبعدين اقول ابلاي ويل تشينج ابلاي تشينج دوت بس وانا اهو في قلب الصف بص هتبص ليه كاتب لك فوق 10 9 هدوس بيك يطلع لي اسم ولد من البيت لو حاسس ان المده طويله اقللها خليها واحد بدل اثنين في الادفانسد سيتنج خلاص خليفه وهكذا ماشي يا جماعه بعد كده انا عشان دي تفضل محفوظه عندي زي ما انا حافظها عندي هنا كده بص هتلاقي في عندي هنا واحده الوان واحده ال 10 9 واحده ال 10 6 وهكذا خلاص هنا هتلاقي وين الوان خلاص؟ و10 9 و10 6 تحفظها هتيجي تقول زي ما بنحفظ اي حاجه في الفيفر هتخلي الصفحه دي محفوظه في الفيفر لما تيجي تخش الصف مجرد انك تدوس عليها قبل ما تطلع هتبقى صفحه مفتوحه بسرعه. مثال اللي هي معموله الوان اللي معموله الوان اهي لما ادوس عليها الوان فتح لي الوان. الالوان دي انا عاملها على اربع كور خلاص؟ بنفس الالوان الكور اللي معايا في الصف تمام؟ باجي بروح منديها لاي اربعه اتفضل محمد وين؟ هاي محروس هوت بوتيتو معلش لا زي بالظبط معلش خلاص؟ وبعدين ببدا بعد كده واحنا شغالين طب يلا مين اللي هيجاوب؟ فلان اطلع جاوب مين اللي معاه الاحمر؟ اللي معاه الاحمر هيطلع ما بيعملوش كده؟ لا 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 خلاص بقى ممكن نعمل الحركات دي اول حصه ثاني حصه بعد كده خلاص اتعود يبقى هو طالع خلاص بيديل اي حاجه. الصف كله اللي انا حطيته طول الوقت في صف واحد او في اختيار واحد. اختيار واحد ازاي؟ يعني انا لما عملت قبل الورك شيت لازم يكون في بينه انتر من كل واحد والتاني انتر. منين؟ مين اللي يعملها؟ ما هو انت لو واخده من الاكسل شيت الاكسل شيت بيعتبر ان كل خانه سطر لوحدها فبيحطهم كل واحده في سطر. لا ما هو ما عملش كده ما الاكسل قدامي هو عملش خلاص ادي بقى نشوفه خلاص ماشي طيب فالولد بيطلع ها لو بالكور حلو خلاص يلا هو اللي بيضغط ولا الولد بيضغط خلاص وهنا عنده هو عارف ان دي بالقلم ها ديت شكل ده بالالوان دي بالاربع الوان دي انا بعتها له خلاص بعتها له على الميل وبعتها له على السؤال ام اس سؤال بقى ايه تكنيكال شويه العمليه ماشي مفيش مشكله سوفت وير مفيش مشكله بس اتكلم توظيفها في الصف واخد بالك في اي مكان في الدرس دلوقتي احنا عندنا لحظه احنا عندنا عمل ثنائي وعمل فردي صح كده ولا لا؟ العمل الفردي معروف مصنف فاوريدي كل واحد عارف هيحل مجاله صح كده ولا لا؟ اما في العمل يعني ازاي اوظفها؟ هل في الامثله اللي انا بحلها مثلا؟ لا في اللي الطالب هيحلها نعم؟ في اللي الطالب هيحلها طب اي واحد مثال اه مثال ده درس النهارده
خلاص بعد ما دخلت شرحت خلاص في الحمد لله تمام وجيت رحت شارح المثال بتاعي خلاص دوت دلوقتي موضوع الاسبانر خلاص موضوع الاسبانر ازاي اشتغل بيه ازاي اظبطه بحيث يبقى عندي اوكي دلوقتي هشوف انا ازاي اشتغل دلوقتي بشويه تولز خفيفه بقى بالصف من الاكتف انسباير خلاص ده متسطب عند الكود بتاعي مش متسطب عندك ازاي خلاص هتبص تلاقي التولز دي موجوده عندك متسطب على طول مفيش مشكله خلاص ده انا اشتغلته بعد ما اشتغلته ثنائي بضغط على ايه خلاص الشريحه اللي بعدها ولا لا سنيين وسنيين شمال خلاص بحيث اقرب اللي قبليه او اللي بعده او انت واخدها كابشر اصلا دي كابشر انا الباوربوينت المفروض ان الاكتف انسباير مش نازل بس المفروض ان الاكتف انسباير يعمل امبورت بص هنا انا لو انت جيت الفايل وجيت قلت لي امبورت ابص الامبورت فيه بيقول لي باوربوينت از ايمج او باوربوينت از اوبجكت او بي دي اف النسخه اللي معانا ما اعرفش او مش متعرفه على البي دي اف اللي احنا شغالين عليه على الباوربوينت اللي احنا شغالين عليه ما بتسحبش ولا بوينت الفيرجن الجديد مش بحفظها بي دي اف واسحب البي دي اف حلو على كده ان هي بتروح لك شرايح هناك بتروح لك شرايح حلو جميل خلاص ها جيت بيتش جميل جميل خلاص زي كابتشر يعني بس الواي انيميشن في الباوربوينت هتفقده يعني فاهم ازاي صوره صحتك حاجه ها صحتك يعني بيجي صوره خلاص طيب دلوقتي لو حاجه زي كده انا داخل اهو هشتغل امسك بس الكلام ده فباجي اقول طب اللي معاك كوره الحمر يطلع اشتغل معاك كوره حمر يطلع اشتغل هيطلع صح الكوره الحمراء يطلع هيروح جايب يروح جايب ده المفروض ان العمل ثنائي اصلا وبعد ما نفكر اشتغل بعد ما تفكر مثلا سي مثلا ده 10 دقائق في الخمس دقائق التانيين مثلا ماشي دلوقتي انا دلوقتي فين؟ في مرحله عرض الحل مرحله عرض الحل ازاي بتطبق بقى الثنائي او حاجه زي كده؟ الفيدباك بقى عن السؤال فيدباك خلاص؟ انت بتقولي دلوقتي الكور دي انت بتستعملها في ايه؟ الوقت اللي انا عايزه يبقى عشوائي يبقى كل في اربعه قاعدين متوقعين ان ممكن يطلعوا محمد سعيد دلوقتي هو مع الاحمر يجي طالع ايه؟ يشتغل وهو طالع يشتغل هيروح مدي الكور حاجه ثانيه ممكن في اضافه حلوه برضه خلاص بيدي الكوره يا اما لواحد صاحبه يا اما لواحد عايز اللي عاوزه حسب بيبقى كل قاعد مستني انت بيسلم الكوره بقى صاحبك ولا انت عاوزني الاربعه معاهم كوره صح؟ انت دلوقتي اخترت الاحمر طالب اللي معاه الاحمر طلع حل كويس كده؟ وهو طالع بيطلع حل هو طالع بيدي الكوره لحل بيدي الكوره لحل طلع حل خلاص الحل الاولاني تمام؟ دي فاضيه لسه ديت فاضيه لنفرض مثلا انا عايز افضيها خالص بص دي ده طريقه عشان افضي الحاجه ممكن اجي استعمل زي ستاره اعمل مستطيل ابيض اهو ملا ابيض هي دي المشكلة انك انت ال ماشي تاخدها اوبجكت انا ممكن اخليه في اللاير عشان يجي عليها باك خلاص اصل دي كتابة في اللاير اللي فوق اللي هي الفرونت بص مثلا نفرض دلوقتي انا داخل الحصة وهشتغل ومش عايز التمرين يبان خلاص وبعد ما اجي اشتغل يلا اولاد فتحته يلا اشتغلوا ها ادي التمرين بتاعك خلاص بس طبعا بواحده بس مش بلاكم خلاص طب اداء هناك الصوره الرابطه والحل هنا ما تربطهاش لان ده مثلا لا بس ثواني الحل ده الواد جه كتبه دلوقتي الواد كتبه دلوقتي يا جاز ما تخزنش ده متخزن هناك على الجهاز عندك مش سيف اللي هو الصوره مش سيف عشان كده انا لما عملت ستاره كده غطيت لو عايز ستاره خالص عايز ستاره كبيره انا السؤال كان السؤال قول يا حبيبي ايش الفرق ما بين المسطره غطت الايش السؤال الاساسي وما غطتش الحل هاي هل لانه هناك متخزن عندك من السيف مش سيف هو بص ليش لسه ما سويتش شيء ده محطوط في وقت
طبقات طبقه في الطبقه في الطبقه في الطبقه. فالاوبجكت اللي انا اخترته دوت دلوقتي بيتحط في الطبقه اللي في النص، فالكتابه بتبقى اعلى حاجه فيه. فممكن اخليه قبل ما انت اخش انا عامل واحد اخليه بره واخش اغطيه لو انا عايز اخليه يفضل مقبول، بس انا عايز دلوقتي اقل فيه. تعالى الواد دلوقتي جه انا مش عايز ده كنترول ايه، انا عايز امسح بس. وانت كاتبه بالايه؟ بالقلم بالهيتاشي ولا بالهيتاشي؟ بالهيتاشي. بالهيتاشي وحفظته على شبه هو اللي اصلا الهيتاشي ماوس دلوقتي. اصل انت كده فتح اتنين سوفت وير فوق بعض ممكن يحصل كونفليكت. بص معايا دلوقتي هما كانوا موجودين عندي بقى بالصف، وجا لي طلع وقت من عنده وقال له اطلع حل، فانا سايبه ده عشان يحل زيه. رحت متصل قال طب بص شيل السؤال ده شيل ده، قلت له بسيط اهي. رحت انا مغطى الصفحه كلها بستار. الستاره دي يا جماعه ممكن استعملها ان انا اسحبها من فوق وابين حاجه حاجه خلاص لو انا مش عايز دوت يظهر مره واحده، او من الجنب. فجيت رحت اسحبها من الجنب للواد وقلت له اهي شايف بصه اخيره ها تمام يلا. فانا بستعمل الستاره على حسب في ستاره، فالستاره بتاعتك دلوقتي بتتفتح في كام اتجاه؟ كل اربع اتجاهات، بس الاتجاه اللي انت بتعمله ما ينفعش تفتح من الاتجاه التاني تمام؟ الاتجاه اللي بتفتحه منها يعني فتحت من هنا وانا فاتح من هنا ما ينفعش اجي اتفتح مش هيجي. طب خلصت عايز تعمل شغل؟ ماشي. الواد بعد كده طلع عشان يحل، وهو بيحل بقى شغال براحته. الواد ده كتب القانون بالاحمر، ده واد اللي كان. طب اكتب كده عشان كده بالاحمر اكتب بقى كده بالازرق اكتب. تعالى انا هكتب البني، انا هكتب البني، هاخد القلم البني القلم واخد اللون البني وابدا اشتغل. هند ابيض هطبق على طول، ولو جمعتوا 10 واخدين بالهم معايا كل شريحه انا هحط جون نفس الصدريه. ايوه صح خلاص عشان ما ننساش عشان ما ننساش و لا ما ننساش خلاص. ونيجي في الكراسه بقول له اكتب القانون دوت فوق وابدا اشتغل عليه. بيجي هنا بقول له بقى بتخطف كل شويه خلاص كده تعال نطبق. طب تعال نطبق اهو ها. الحد الاول الحد الاول عندك سالب 3 بفتح كوس ايه ده الخط الفاير اتخنها. الاقلام عندي هنا ايه؟ في حاجات جاهزه دخلات جاهزه وفي ان انا ممكن ازود الخط خالص. ده ما عملش كونفليكت مع الهيتاشي؟ لا انا طبال بيعمل معايا انا يبقى مشكله في يا اما في الجهاز يا اما في السوفت وير. مشكله ليش انا طيب الهيتاشي او الكوتيت عباره عن تاتش ماوس ملوش دعوه بالسوفت وير شغال ما لهوش دعوه بالسوفت وير شغال عليه. ما قلنا لو انت شغال بده السبوره بتتعرف على القلم، لو شغال بالهيتاشي البروجيكتور هو اللي بيتعرف على القلم ومكانه خلاص. طب تعالى نكمل دي ادي واحد ماينس ار ها ماينس الاساس عندك هو بيقول لك ثلاثه بص كام؟ هو عايز الحدود 8 ال 8 على 1 ناقص 3 وده اللي عملوه عملوه. طيب طلع الحاسبه يا ابني يروح مطلع الحاسبه وابدا يحسب وابدا يحسب الاول ها شغال في عدد ساعات تشتغل وتقعد وبعد كده صح اوكي مش صح بيقول له في غلط عندك. الغلط فين؟ في الحته الفلانيه خلاص. يبقى هنا سالب 3 اقول له سالب 3 بيفتح قوس قول له اكتب زي ما انت كاتب بالظبط صور 1 ناقص 3 قص كام؟ 8 القص جوه ولا بره؟ لا جوه هيبقى قاعد تكتبه بره. برضه من ضمن الغلطات اللي العيال غلطوها النهارده بيجي يروح قافل القوس ونازل تحت ويجي يقول لي 1 ناقص 3 تمام كده يا جماعه؟ ايرور خلاص يجي يشتغل يقول لي ايه يسال يقول لي ما بتدينيش اساس ايه في غلط مفيش اجابه الحاسبه مش مدياني اجابه زي اللي زميلي طلعها على السبوره واقول له بص الكوس ده انت قافله فين؟ قافله فوق مع الباور المفروض ترجع تلغي الكوس ده روح سنه واشتغل انزل من فوق ان ساعات تبقى القلم في ايد العيل وطلع اجابات غلط عشان ينزل غلط ننزل من فوق ويساوي طلع الاجابه بتاعته ورحنا قايلها بالظبط كان الاساس
انتهينا الاساسي ثلاثه اساس ثلاثه اي سؤال السؤال الثاني لو كان سالب بتقول له بين قوسين دي مهمه نحطها هو حضرتك هو ايه ده اي لحد بين قوسين عشان ايه عشان ياخد عشان تحمل تمام وبعد كده كان سالب كانت الحصه خلاص قبل تخلص فمش رحتوش وطلعت ولد بنفس الطبيعي حلو مش بيطلع منه المثال الثاني خلاص حلو بيجي مثلا حاجه زي كده الواد خطه صغير الواد خطه صغير بسيبه يكتب مفيش مشكله وبعد ما يكتب باجي اعمل كده سيلكت الحاجات اللي هو عاملها وابدا لو هي ظاهره الخط كان صغير اكبر خلاص بحركه او بستعمل الخط اصغره واكبره زي ما انا عايز ماشي دي بس ادتين بسيطات كده ازاي استعمل الحاجات بتاعتنا دي ازاي استعمل القلم والوان الاستيكه ازاي استعمل الستاره ممكن انا مدي الولد مثلا مديله نشاط مثلا فردي هقول له طب قدامك ثلاث دقائق عند الساعه ها كاونت داون هتلاقي ساعه نازل تحت دي ساعه برضو السوفت وير نفسه كل ده بتاع سوفت وير اهو مثلا خمس دقائق اقول له ها تشتغل وتعد صوت افضل ماشي يبقى ادواتك كلها تقريبا ممكن دي تفضل شغاله طول الحصه ممكن تفضل شغاله طول الحصه ممكن تخليها على 45 دقيقه 45 ده ممكن استنى بس وبعدين دي مش محتاج واحد نعملها ريسايز طب 45 كاونت داون تصدق حلوه فكره برضه عشان تعرف مش تعدي منك قد ايه 10 دقائق خد الخمس دقائق عشان تعمل ليك انت التايم مانجمنت بتاعك بتاعك انت مش بتاع الولد ممكن تفتح ساعتين التايم مانجمنت صح حسام؟ نعم تفتح ساعتين؟ لا ساعه لانك انت ساعات لما بتقعد تسال تسال العيال تعال ده اهو وعايز مش فاهم خد منك ربع ساعه بص تاني راح اثر على الغلط بتاعك صح اول ما تخش اعمل ظبط على 45 ايوه يا حسين ايوه الافكار تبدا تكمل شغل اكتب يا حسين اكتب يا حسين يبقى دلوقتي يا جماعه شفنا ازاي استعمل قرص صور ازاي احط اسماء ويفضل موجود عندي سؤال الويل لازم يكون اونلاين ولا خاص اونلاين اونلاين لازم عشان كده سويش عشان كده بص لو تلاحظ بص لي عندي واحده الوان اسماء 10 9 باسماء 10 6 انا حافظهم معاك انت اللي عامل لها كريتيف ها؟ في فلاشات جاهزه ممكن تبقى اوت يعني بره ممكن ننزلها بس انا بحب بفضل انا واقف الصف بشتغل بالكور والالوان عشان طبعا الاسماء بتاعت الصف انا بتكلم لو مفيش نت ولا حاجه في الصف قدر الله مفيش نت قطع النت قطع النت مشكله نزل السيرش خلاص اللي عايز لو بتبص تلاقي وبعدين الاسماء دي في عيال ما بتجيش في عيال غايبه فكل حاجه موجود بس موجود عندك عايز تبرزه قدام اي حد براحتك طيب خلاص انا كده خلصت محمد سعيد بقى يجي يشوف هيعمل ايه انا ممكن